هل يسأل الآباء على ديانة عن ديانة أبنائهم؟ طبعاً سيدي الكريم، طبعاً طبعاً يسأل الآباء عن كل شيء يتعلق بأبنائهم. وتحفظون جميعاً قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الآباء يسألون عن أبنائهم، لا يسألون فقط هل ألبسته وأطعمته وأسكنته ودرسته، بل يسألون أيضا عن أخلاق أبنائهم يوم القيامة، ويسألون عن التصرفات التي يتصرفها الأبناء داخل البيت وخارجه، ويسألون أيضا عن الصلاة. تعلم سيدي الكريم أن الأبناء ينزعجون انزعاجا شديدا، وهذا شيء إيجابي، حين يتحصل أبنائهم على معدلات منخفضة، بينما لا يسأل ابنه هل صليت اليوم؟ هل قرأت كتابا؟ هل حفظت شيئا من كتاب الله؟ كيف تعامل إخوانك الكبار؟ كيف تعامل أجدادك وأعمامك وأخوالك؟ كل هذا للأسف الشديد نفتقده عند كثير من الأولياء. لا يظن الأولياء بأن التربية هي إطعام وإسكان وإلباس للأبناء فقط، وإلا فالحيوانات تمارس هذا أيضا. ترى ويرى المشاهدون جميعا كيف أن الطيور تطعم أبناءها والقطط تطعم أبناءها وتسقيهم، لكن نسميها تربية. والتربية يجتمع فيها الجانب الجسدي والجانب الفكري والجانب الروحي، ونحن بما أننا في فقرة الدين نتحدث عن الجانب الروحي، وأعظم شيء هو تحفيظ الأبناء للقرآن الكريم. الأطفال يملون من الدراسة والقراءة طيلة موسم دراسي، صحيح. خلال فترة الراحة والعطلة يبحثون عن كل ما هو لعب، نعم. وغيرها، نعم. من انسياقات، صحيح. ربما دنيوية، صح؟ صحيح صحيح. كيف يمكن لنا أن نحبب أبناءنا القرآن الكريم، نعم. ونبعده نوعا ما عن الأسلوب الدراسي المعتاد؟ نعم. شوف سيدي الكريم، سبق وأن قلت بأننا يجب أن نعطي للابن حيزا من الراحة، وهذا الحيز إما أن يكون مثلا في الأيام الأولى أو في الأيام الأخيرة، أو يكون خلال اليوم. كله تنظيم وقت، كله تنظيم وقت. حين يحفظ الابن مثلا من 8 صباحا إلى 11 في المسجد أو في الزاوية ويجلس لحفظ القرآن، ثم له بعد ذلك 20 ساعة يلعب وينام ويرتاح فيها.